انا جايب ثلاث اهداف في بطوله اوروبا، وحسام جاب سوبر هاتريك في سيلتيك. محدش يعرف، محدش بيصرف الحاجات دي. طبعا كان الحيطه الموجوده كان في ييرو وبتروجينيو وهوجو سانشيز وحاجات اساطير، كان ريال مدريد يعني اسامي. فرقه صعبه، فرقه كانت قويه جدا. فانا كنت في الفتره دي انا بشوط الكور الثابته، فكان قراري رغم انها متوحه جدا يعني في اخر ال 18 على بره الخط 18 ناحيه الشمال. فانا كان الحمد لله كان يعني عندي تركيز في موضوع الفاولات، سواء الفاولات البعيده وال 18، واخد قراري مركز ان انا احطها في الحته دي على توفيق ربنا طبعا، بس انا مركز ان انا هعملها كده. وكان الملعب طبعا النجيله اوروبا معروفه الملعب مبلول، فمجرد انك تلف الكوره لازم تروح يعني بتروح زي ما انت عايز. فكان ربنا موفقني، حتى كان الكابتن خطيب كان موجود في الملعب ساعتها اتفرج على المباراه دي، وبعدين قال لي بيهزر يعني بيقول لي تقصد انت كنت قاصدها، فكان بيهزر. طبعا كان الجاليه المصريه والسفاره وحاجات كانوا موجودين، فالواحد كان سعيد جدا ان عملت حاجه باسم مصر مش قبل ما اكون باسمي يعني. فهدف طبعا مش هنساه، زي ما حسام جاب من اللعيبه القليله في مصر في اوروبا اللي عملت سوبر هاتريك.